هذا المقام العظيم لا شك أنه من قدر الله حق قدره وعلم عظمته فإنه قد يصل إلى هذا المقام، لكن من لك بها؟ يكرم الله بعض عباده، ومن علم عظيم ملكه سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى لأخذ الكون في لحظة، لا لك عباد سبحانه وتعالى، إنما أمره شيء لكم فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى. كلنا نعرف وندرك، لكن الشأن فيما يقع في القلوب يا إخواني. جبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا، فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر، فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالزهري وفوح نسيمه العطري وفي الأنداء والقطر، فسبحان الذي أسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الكرام أن يقدم لكم هذه المادة. سبحانه ملك من ملائكة، ملك واحد مخلوق من ملائكة الله، ما بين شحمة إلى عاتق مسيرة 700 عام، لو أمره سبحانه وتعالى يقلب الكون لقلبه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ولا شك أن هؤلاء يدركون ذلك. قال سفيان الثوري لحماد بن زيد رحمه الله: يا أبا إسماعيل، ترى الله يغفر لي؟ قال: والله لو خيرت بين محاسبة أبوي ومحاسبة ربي لاخترت محاسبة ربي. وأرحم سبحانه وتعالى، إن ربي أرحم بي من أبوي. وهذا هو الفقه بعينه، ما عظمته سبحانه وتعالى وجلاله وكبرياءه يفرح بهذا العبد المسكين الضعيف. ولا شك أن هذه المقامات العظيمة تقع لهؤلاء السلف، قدر الله حق قدره وعلم عظيم جلاله وكبرياءه سبحانه وتعالى. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المقام الثاني هو مقام المشاهدة، يعني كأن يجتهد العبد كأنه يشاهد الله سبحانه، كأن الله يراقبه، وهو مقام عظيم. هذا هما مقام الإحسان، وهو الدين كله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب، أنت خلقتني وبرأتني، جملت بالتوحيد نطق لساني، وهديتني سبل السلام تكرما، ودفعتني للحمد والشكران، وغمرتني بالجود سيلا غامرا، وأنا أقابل ذاك بالكفران. فلك المحامد والثناء جميعه، والشكر من قلبي ومن وجداني. فلأنت أهل الفضل والمن الذي لا يستطيع لشكره الثقلان. أنت الكريم، وباب جودك لم يزل للبغل تعطي سائر الأحيان. أنت الحليم بنا وحلمك واسع، أنت الحليم على المسيء الجاني. أنت القوي وأنت قهار الورى، لا تعجزنك قوة السلطان. أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان،
ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. لبيك يا ربي بكل جوارحي، لبيك من روحي وملء جناني. اجعل رجائي في ثوابك رائدي، واقبل مقل الجهد في التبيان. يا رب لا تجعل جزائي سمعة تسري على البلدان والأكوان. أنت المضاعف للثواب، فإن يكن مثقال خردلة على الميزان. تعطي المزيد من الثواب مضاعفا من غير تحديد ولا حسبان. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوانحي ولساني. لك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوانحي ولساني. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.